السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية جميع المغاربة أينما كانوا، ورمضان مبارك، الصحة والسلامة والعافية وعلى جميع الأمة الإسلامية. صراحة المهنة ديال العصير أنا تقريبا من 2000 حتى 2022، يعني تقريبا 20 سنة دابا هذي، يعني الحمد لله كاينين بوكو فيتامين كي تنقول هنا، ياك كاين الباب ليموز، التفاح، الليمون، البابايا، هذاك الشيء العام السيسي اللي جا عندنا ساحة جامع الفنا النمرة 8، ألف مرحبا. بالنسبة للأثمنة في ساحة جامع الفنا مناسبة، ما تلقاهمش في شي بلاصة من غير هاد الساحة هذي. بالنسبة للعصير، أرخص عصير في ساحة جامع الفنا هو اللي كتمشي كاع في شي ريستورا، تكاس لومبورتي مثلا كبير شيرو الصورة ماشي حسبوا لك ب 20 درهم، حنا ثمن مناسب ديال 20 درهم بالنسبة لا التوريست ولا المغاربة ولا للجميع. حنا عندنا بحال ما عندنا حتى مشكل في هذا، راه نصراني ولا هذا مغربي، حنا الحمد لله عندنا بحال الأمور كلشي تتمشي بحال هذا بحال هذا. دابا حنا هاد اللعيبة تاع ياخد هاك شوية بعدا، حنا من القديم بعدا عندنا هذه هي العباسية، تتسمى العباسية. العباسية يعني مخلوقة في مراكش منذ الزمان الطويل، وحيدا تعطي هذي دوق بعدا تعطي هذاك الشانتيو يدوق، هيدا تدوق واش عجبو بعدا ولا ما عجبوش، حيدا تقول ليه واش عجبك تيقول لك مزيان، تقول ليه واش خوي لك تقول ليه خوي ليا، وتنعطيه شحال هاد الثمن. ها هو راه شوف حنا راه عندنا الأثمنة، أنت شوف عندنا الأثمنة مقاتين محطوطين، يعني ما غاديش نجيبو شي حاجة من راسنا نهائيا، ما كايناش. صراحة ساحة جامع الفنا معروفة بالعواصير، لا في الليمون ولا معروفة من كي تنقولوا من القديم، ماشي بحرا، يعني الحمد لله راه بالنسبة لليمون جامع الفنا راه يعني خدامين الحمد لله. دابا هذا هو المشكل ديالنا، دابا حنا المشكل ديالنا مثلا كاع تتغلى السلعة وحنا ما تنزيدوش في الثمن، تترخص السلعة تنبقى نفس السلعة، يعني علينا وعليكم. دابا حاليا الليمون صراحة الله هذاك العام اللي بحال هذا رمضان هذا كان الصندوق ب 2400، دابا اليوم الصندوق الحمد لله حيت لا سيزون ديال وقيتو هي هذه رخيص الحمد لله. الليمون يعني كاين 50 درهم 60 درهم 70 درهم، يعني مزيان كاع. تنقول الناس ديال المغاربة جميعا داخل الوطن وخارج الوطن يجوا عندنا ساحة جامع الفنا يشربوا عندنا العصير، راه أحسن عصير في ساحة جامع الفنا، ومرحبا بكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.